هل التأمين عند دعاء الإمام بعد الخطبة في صلاة الجمعة من البدع؟ أي عندما يدعو الإمام ونرد وراءه بقولنا آمين، هل هذا من البدع؟ أفيدونا جزاكم الله خير. ليس هذا من البدع، التأمين على دعاء الخطيب الخطبة الأخيرة إذا أخذ يدعو للمسلمين فإنه يستحب التأمين على دعائه، وليس هذا من البدع بل هذا من المشروع، لكن لا يكون بصوت جماعي وصوت مرتفع، وإنما كل واحد يؤمن بمفرده وبصوت منخفض بحيث لا يكون هناك تشويش أو أصوات مرتفعة، وإنما كل يؤمن على دعاء الخطيب سرا ومنفردا عن الآخرين.